مثلاً عزيزي المشا... عزيز المشاهد وياكم دكتور غسوان قاشات مع برنامج مع حلقه جديده من برنامجنا المتشات او الوقايه خير من العلاج. راح نتطرق بهاي الحلقه برنامج التنحيف او نزول الوزن، ايش عندنا غير احنا هنا في بلداننا او في امريكا او في استراليا او في غير مكان هو بس ننزل وزننا بسبب الاكل او طريقه الحياه اللي دا نعيشها أم شلون احنا ننزل وزننا السؤال يطرح نفسه شو اني اريد اضرب هاي الاوبر اللي تنزل الوزن قبل ما نجي لهاي الاوبر لازم نحكي ويا المريض نشوف يعني هل هو مستعد لهاي الاوبر باي ذا واي احنا عندنا عندنا برنامج تنحيف في الاوبر جلوتايد واكو اوبر منجارو همينه Uh, إذا تحبون تراجعون العيادة عليها uh, برنامج uh, uh, تنحيف uh, كامل uh, شوف أيش, أي أي بروجرام uh, يناسبك uh, عنواننا على 35200 ديكوندر سويت 600 وتلفوننا هو في مدينة سيرلينغ هايت في ولاية ميشيغان 48310 وتلفوننا هو 586 786 8800. So, قبل ما نوصل لهاي المرحله بانه احنا نريد الاوبر هاي ومن يقول هاي الاوبر راح تناسبنا؟ اه احتمال الاوبر هي كل الزينه وتشتغل من اول مره واحتمال اني من, من, نوع الانسان يعجبني اكل وحتى اكل اذا هاي الاوبر كانت تمنع شهيتي. لذلك اول ما نبدي هو تغيير نظام الحياه. فالسؤال اللي عندي دكتور انا شلون اغير نظام حياتي؟ اني اتريق الصبح اقوم الصبح لازم اكل لي بسكتايتين ثلاثه او اخذ وياي بيجل لو اخذ لي فشي واشرب القهوه وياها اقول له عزيزي لا انت هذا راح يفيدك ولا راح ينزل وزنك ولا, ولا راح ينزل وزنك ولا ولا يعني اصلا تبدي بدايه برنامج الدايت هذا لازم تغير نظام حياتك اول شيء البيجل البيجل وحدها يمكن بها 80 جرام من النشويات بها يمكن فد 700 الى 900 سعره حراريه تعتمد على شقد هي البيجل هاي وش راح نخلي بداخلها ونفس الشيء ويا الدونت الدونت اذا نبدي ويا اقل دونت هي فد 400 سعره حراريه شو راح ننزل وزننا احنا بدينا بيومنا بهذا 400 سعره حراريه بعدين هاي البيج البيجل راح تتحول الى شكر بالجسم هي نشا طحين هو نشا نحوله الى عجينه هي نشا والنشا يتحول مره ثانيه نحوله الى جلوكوز او فركتوز يمتص يمتص الجسم سو احنا تخيل نفسك اذا انت عبرت ال 20 غرام من من الجلوكوز الجسم لازم يحوله الى نشا حول الكبد، والكبد لازم يحوله الى الى دهون بعدين اذا ما ما قدر يخزن هلقة نشا. ف 20 غرام من النشويات اليوم كله راح نخلي الانسولين يشتغل بجسمنا، وهذا الانسولين راح يدخل الشكر الى الخليه على مود تحرقه، والخليه ما راح تقدر تحرق هلق الشكر، فراح يتحول الى شحوم. خصوصا بالكبد والكبد راح يطرحها للجسم وما ينزل والانسولين مالتك يبقى عالي وتقدر تسوي اي شيء والشحوم ما تحترق، ليش؟ لانه الانسولين يدخل شكر، عندك شكر يجي للجسم. فاول شيء تسويه بالدايت انت تمنع اي نوع من انواع الشكر يدخل للجسم، ومن ضمنها هي الصمون والبيجل والدونت والبسكتايات واي شيء اي شيء تقدر تسويه، تقول دكتور شنو شنو الحال؟ اقول لك عزيزي انت بدل ما تاكل بيجل روح وخذ لك كيتو توست او تاخذ لك الكيتو بريد الخبز اللي كيتو اللي هو اكثريته هو بروتين مع الحنطه والفايبر مالتها الالياف لذلك هذا راح يكون عنده اقل يعني آه، تاثير على آه، الانسولين والسكريات الجسمنا كانه انت تاكل البروتينات وتاكل نشويات من ضمنها هي هاي الفايبر هي نشويات بس الجسم ما يقدر يمتصها يمكن تفيدك تودي لك القبض وتودي تنزل لك،, لك الشحوم شويه هاي انت في حاله ما عندك ما عندك حساسيه ضد الجلوتين الجلوتين اذا عندك حساسيه حتى الكيتو توس ما يفيدك لازم تدور لك الترناتيف بدائل للكيتو توس الموجود بالسوق اللي هي مثلا تسوي لك معجنات من طحين اللوز طحين الكوكونات الجوز الهند او طحين الحمص اكو اكو هوايه او طحين البنانا اللي هو البلانتين أه الموز أه وحده من النباتات اللي تشبه الموز فداي اللايف ستايل تشينج هاي وحده يقول لي دكتور بعد شنو اللايف ستايل تشينج؟ اقول لك اذا انت تبدي يومك بقهوه وتريد تاكل لك فشي اكو هوايه مواد موجوده مثلا انت بدل ما تاكل خبز اكل لك جبن فارغ، انت بدل ما تاكل ما تاكل لك بيجل خذ لك ثلاث بيضات مسلوقه وياك او مقليه او اي شيء ثاني يعني واكو حتى هسه بالسوق مثلا اكو بارز اللي هي يعني نوع من انواع الحلويات او ميه حلويات او نسات اللي هي موجوده خصوصا للدايت ما بيها نشويات هوايه تقدر تاكلها الصبح اذا انت لازم تاكل فشيء الصبح بس نبدي اذا تريد لايف ستايل انت لازم تخسر هاي الوجبه الغذائيه اللي هي تبدي من الصبح كلش الساعه 6:30 الصبح الساعه 7 الصبح كلش كلش من وقت حاول انت تاخرها اكيد راح يطول لك بريك بالشغل الساعه 9 يجوز بذاك الوقت تقدر تاكل اذا تقدر تاخرها لي الساعه 12 بعد احسن بعد احسن بهوايه ليش لانه هذا الصيام المتقطع راح يكون يفيدك هوايه انت في مرحله نزلت الانسولين مالتك نزلت النشويات قامت تحترق واحد اللي حول الكبد قضيت على هالشغلات المخزونه بالجسم اللي انت ما تحتاجها ولازم تقضي عليها راح تبدي اكلك حاول تبدي اكلك بهوايه بروتين، اكو ناس يقول لك دكتور انا بس ابدي بقهوه واشرب قهوه هوايه اقول لما يخالف القهوه مو زينه اذا تقدر تمنع اذا تقدر تمنع الشهيه وتبدي الاكل ما يخالف ما عندنا مشكله الا انت تبدي الغداء وحاول حتى غداك ما يبدا بمعون تمن صحن تمن كبير او برغل كبير، البرغل حاله حال الصمون حاله حال الخبز حاله حال اي شيء ثاني. حاول تبدي بالمرق وحده واتمنى هاي المرق ما تكون الفاصوليا البيضاء أه ولا تكون بوتيتا افضل بانه تكون بازاليا او أه فاصوليا خضراء او قرنبيط او شجر او, أو اي شيء ثاني اذا تحبه يعني او او باميه او اوكرا اللي هي أه اي شيء ثاني يفيدك وبيخلي بيها لحم وتقدر تاكل هذا ويا الزلاطه شبع نفسك بهذا الشيء وعندك الوجبة الثالثة إذا تريد تأكل مثلا أكو أفخاد دجاج لحم واحدة جبن واحدة عندك جوز لوز بندق هاي الشغلات بها هواية بروتينات بها هواية شحوم بس الشحوم ما تمتص هواية ويعني دائما نحاول نغير هذا النظام الغذائي وشو ما قلت لكم دائما ندور على مشتقات الموجودة بالسوق اللي هي الكاندي بها كيتو إذا أنت تريد تحب تاكل كاندي او تاكل فشي حلويات أه، تفيدك هاي ويا الحلويات حتى اذا انت مو على كيتو دايت بس هي هاي بيها نشويات قليله. عزيزي الدايت لازم يكون بحالتين يا تنقص السعرات الحراريه يا تنقص النشويات. انت بهذا الد... بهاي الشغلتين الوحيده اللي نقدر نخسر الوزن. يا السعرات الحراريه ننقصها، اكو ناس يعني 700 سعره حراريه حتى لو انت قضيتها 700 سعره حراريه بالتمن الجسم راح ينقص ينزل وزنك لانه يحتاج سعرات حراريه عمود يكمل العمليات الايضيه انت تحتاج 1500 سعره حراريه عم تكمل العمليات الايضيه مالتك باليوم او 1800 انت تعتمد على العمر تعتمد على الحجم تعتمد على الهوايه شغلات او ايش انت حرك الشغله الثانيه اذا انت تريد تحب تاكل ثلاث وجبات او اربع وجبات مثلا صغار لازم تنقص النشويات والنشويات مالتك تكون 20 الى 25 غرام باليوم من النت النشويات النت مو الجروس يعني مو الشغلات اللي بها فايبر الفايبر تقدر تاكل قد ما تقدر بس تاكد من النشويات اللي تتحول سكر بداخلك لازم تكون 20 الى 25 غرام ماكسيموم 30 غرام باليوم تعتمد على العمر اذا احنا باعمار اربعينات وخمسينات لازم 20 غرام عمود ننزل وزننا وحاول ننزل الوزن ثلاثة شهور أربعة شهرين ثلاثة أربعة مو نزلة من أول أسبوعين أول شهر رح نأذي جسمنا بهذا الشيء أكو شغلات موجودة أنت في المطبخ مالتك تقدر تنزل وزنك نفس أنت على حمية غذائية طبعا ما ننسى الرياضة المشي فنص ساعة باليوم ثلاثة أربعة ساعة باليوم أو خمسة أيام بالأسبوع أو حتى أربعة أيام بالأسبوع او عمل اي عمل اي رياضه راح تفيدك تنزل وزن تحرق السعرات الحراريه تخلي العمليات الارضيه مالتك تصير اكثر سريعه. أه الشغله موجوده بالمطبخ اللي احنا مطبخنا نقدر ننزل بها الوزن اللي هي الاربل على سبيل المثال الخل الابل سايدر فينيجر أورجانيك ابل سايدر الخل التفاح العضوي اللي هو جاي من التفاح اذا نخلي اذا يوميا نخلي على السلطة مالتنا ملعقتين أكل على السلطة راح راح ينزل وزنك تريد ما تريد يخلي العمليات الأرضية تنزل هاي إذا أنت في نظام غذائي يعني راح يسرع من الحرق مالتك راح يغير البكتيريا اللي داخل القولون مالتك تبدي تاكل هواية شغلات أنت ما تحتاجها عندك كمون نصف ملعقة كوب كمون تقدر تزيدها على السلطة مالتك طبعا تحاول تزيد الشغلات هي بارده يعني مو على الاكل حار تحرق من قيمتها يعني تحميها على الاكل تقدر تحميها على مود الفليفر بس اذا احكي بانه انت تزيدها على السلطه زيها على الساندويتشه مالتك هو هو يعني على بارد ما ما بي حراره ونصف ملعقه كوب جارليك باودر نقدر نزيدها هاي وراح تفيدنا او رشه رشت رشت رشتين وياها جنجر مسحوق الجنجر او تريد تاكل جنجر فريش هوايه ناس عندهم مشكله ويا جنجر هوايه ناس عندهم مشكله ويا الاورجانيك ابل سايدر فينيجر يسويهم حموضه يلعب ببطنهم يوجعهم يا اكو حبوب مثلها اكو غير شغلات اذا انت يعجبك حتى البلساميك فينيجر او الواين فينيجر او حتى اي فينيجر يعجبك هم راح يشتغل نفس الشغل بس البحوث شافت الابل سايدر فينيجر هو احسنهم عندنا السينمن الدارسين أم القرفه او الدارسين هذا اذا زيده ويا الشاي مالتك على الاكل زيده على الحلويات هم راح يسرع العمليات الايضيه اللي على تبدي تحرق سعرات حراريه اسرع ويعني من ما تكون بطيئه او انت وزنك توقف في قمت تنزل وزن وتوقف وما تسوي تريد تعرف ايش ليش ما ينزل وزن عندك هذول المشتقات اللي موجوده بالبيت تقدر تزيدها على كل مالتك وان شاء الله تكون في غذائك يكون يعني انت في هذا تنزل وزن يكون اسرع بكثير. في برنامجنا ننصح في دواء الميتفورمين، دواء الميتفورمين نطيل لمرضى السكر تقريبا اكثر هاي الادويه هي نعطوها لمرضى السكر بالبدايه وبعدين شافوا بانه ينزلون وزنهم الناس عليها. سواحد من الادويه اللي هي يعني جدا سيف uh, uh, ما بها مضاعفات جانبيه كثيره هو الميتفورمن. سو so, الميتفورمين يفرز لنا مواد في المعده والامعاء تخلينا الشهيه شويه تنقص بس على نفس نفس الوقت يخلي ال, 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 قسم الانزيمات ما تهضم الاكل كله فيعبر الاكل. لذلك المرضى السكر اللي ياخذون الميتفورمين او حتى الدايت يجوز بعض المرضى يصير غازات اذا اكلوا نشويات كثير. فيخلي النشويات ما تنهضم بكثره ونخسرها تروح ويا المعده تروح مع الغائط يعني وهذا اللي هو اللي يخليك ينزل الوزن الشغله الوحيده اللي بها بعض المرات يصير عندهم اسهال الناس يصير عندهم اسهال ونفس الوقت بعض المرات ما يحبون هذا الدواء بس هو على العموم هو من اكثر الادويه اللي هي جدا حميده في تنزيل الوزن وننصح الناس ياخذوها لما ياكلون النشويات يعني اي جر اي وجبه غذائيه بها نشويات كثير من, من ضمنها مثلا دكتور أنا راح اكل رز مو ما انصح واحد ياكل رز يسوي دايت بس راح اكل رز حدك عندك خمس ملاعق تاخذ من مع الرز تاخذه لو قبله لو ورا الاكل راسا وراح يكون يشتغل يشتغل يؤدي يعني يخليك تنزل وزن اكثر طبعا مضر متفورمين لما نحطه مع المتفورمن يراجعونا بعد شهر نشيك الكليه مالتهم نشيك الكبد مالتهم عشان اذا ما ياثر عليهم يبقون عليه يعني هو واحد من الادويه اللي موجود من الستينات لحد هسه نستخدمه بلا اي مضاعفات جانبيه كبيره. عندنا الماده الثانيه اللي هوايه منتشره هي الاديباكس الفنترامين 37.5 او الاديباكس 37.5 أه الناس ياخذوها على متقطع الشهيه مالتهم دائما نحاول نعمل تخطيط القلب قبل ما ننطيها لهم أه اذا كانوا ما ماخذيها قبل او احد ما مسوي تخطيط قلب لانه في بعض الناس اللي عندهم كهربائيه في القلب معينه أه ممكن نسويهم تسارع نبضات بالقلب ممكن تؤدي الاديباكس الى الم بالراس ممكن تؤدي الى عدم النوم لذلك ننصح الشخص اللي يحب يكون على هذا الدواء ننصحه بانه ياخذ 45 دقيقه قبل قبل الفطور يأخذ لما يصحى الصبح لانه يريد المضاعفات الجانبيه مالته تكون رايحه لحد الليل هو بالبدايه جزء ما ينامون او بعض المرات يحس بانه في توتر تحس نفسك مستيقظ لانه الاريباكس هو من نفس المواد اللي نعطيها للادرال uh, you know, عشان الاستيقاظ الشخص يبقى uh, uh, يعني uh, واعي في ما حواليه هذا تقريبا تقريبا الناس اللي عندهم ضغط لازم يكون ضغطهم مستقر لما ياخذون ماده الاديباكس او دواء الاديباكس عاده ما ننصح في الناس اللي عندهم ضغط عالي او او ضغطهم يصعد فوق ال140 ابدا ما ننصح به بس الناس اللي ياخذون مثلا ادويه مع ضغط وضغط مالتهم دا ينزل 120 على 80 او اقل ممكن ان ياخذوه حتى لو كان عندهم ضغط لانهم على يعني على على هاي الادويه نجي على الأبر التنحيف اوبر التنحيف اذا كل شيء احنا يعني ما قدرنا او ناس حاولوا كل هالشغلات اللي يسووها وما دا ينزلون أوبر التنحيف ممكن أن تجي كحل لهذه المشكلة شو ما قلت لكم المتفور من هو كان لمرض السكر وشافوا الناس بأنه يساعد كثير من الأمراض مثل اس البنات اللي الدوره مالتهم تنقطع هم شباب يسمنون يطلع لهم شعر شافوها يساعد يساعدهم كثير نفس الشيء أوبر التنحيف من ضمنها التروليسيتي أو الاوزمبيك أو الواجوفي او او المنجارو شافوا هاي شافت هاي الشركات بانه هاي تقطع الشهيه والناس يخسرون بها وزن ينزلون الوزن فحاولوا يغيرون من هاي المواد هي نفس الماده حاولوا يغيرون البراندنج مالتها الاسم مالتها الى شيء ثاني على مود يطوها بس للوزن طبعا هي عباره عن شغله تجاريه يعني بس هي نفس الماده ونفس الجرعه اللي هم مرض السكر أو مرض التنحيف أو اشخاص اللي يريدون يتنحفون بياخذوها. So مادة السيما هي الأوزمبيك هي نفسها موجودة في وجوفي، وجوفي هو للتنحيف، الأوزنبيك هي لمرضى السكر. المونجارو هي لمرضى السكر. الزب باوند هو الشغلة التجارية اللي هي um, you know, للتنحيف. Um, شنو مضاعفات جانبية مال هال الأدوية؟ ممكن تسوي لك قبض، ممكن تسوي لك آه ليعان، آه آه لعبان نفس، آه ممكن تزوع وياها، بس الشهية هي تجي هيك شيء يعني ما تشتهي، أنت تشوف الأكل بس ما تشتهي تاكله. حاول بأنه ما تضغط على نفسك وتاكل، هي تخليك ما تاكل، أو حاول تاكل فشي بسيط، أو حاول تاكل الشغلات اللي قلنا لك عليها. من ضمنها الشغلات اللي تقدر تعبر بسرعه مثل الجبن مثل فشي ما ياثر عليك ما بهوايه نشويات. الناس شافوا بانه يكون عندهم مشكله ويا السلطه اذا ياكلون وياها سلطه تبقى بالبطن كثير فحاول انت تاكل فشي تقدر تهضمه بسرعه مثل الكيتو توست مثل هذول البارز ممكن تاكل لك فد 10 15 حبه فستق. أو بندق أو أي شيء ثاني أنصح تغيير نظام الحياة حتى إذا استعملنا هاي الأبر من ضمنها الرياضة من ضمنها المواد اللي موجودة بالمطبخ اللي حكينا عليها و أم... وتغيير نظام الحياة يعني ما نأكل شغلات بها حلويات أو نشويات الحل الأخير هو العمليات من ضمنها عملية قص البطن قص المعدة وعملية تغيير مسار المعدة دائما ننصح الناس اللي هم عندهم القابليه بانه يوقفون او ما ياكلون هاي عمليه قص المعده احتمال فشي زين لهم او او فشي مقبول لهم بس الناس اللي ما يقدرون يوقفون نفسهم من الاكل ما انصح في عمليه قص المعده بينما انت تروح على تغيير مسار المعده اللي هي تشمل بعض المرات يقصون معدتك في حجم معين بس يغيرون المسار لانه انت راح تخسر هاي العملية تقص المعدة وما راح تفيدك بأي شيء، يمكن ما تنزل من, من عندك بس 30 باوند وبأي شيء راح يرجع الوزن مالتك بسبب انت ما تقدر تسيطر على اكلك. أعيد بأنه نظام التنحيف وهاي الأوبر السيما جلوتايد وهاي موجودة في عيادتنا اللي موجودة على الميل الخامس عشر ودكويندر ورقم التليفون هو 586 786 8800. وعنوانه هو 35200 كويندر رود والزب كود في مدينه ستوني هو 48310 تحاول تغير نظام حياتك هي النصيحه الوحيده اللي انطي لك اياها وهاي الادويه هي موجوده كحل ثاني أسعدكم مساء واشوفكم بالحلقه القادمه